كريستالينا جورجيفا، عملت لقاء مع بلومبيرج الشرق. بلومبيرج لها يعني مؤسسة أو وكالة أو تلفزيون، هو التلفزيون بتاعهم مراسلة قابلتها في المغرب وموضوع كله مصر، أخبار مصر إيه؟ هتعملوا مع مصر؟ لما أنا سمعت الحوار كله يبدو إن إحنا ندخل في مشكلة مع هذه السيدة، لأنه هذه السيدة تطلب مننا إنه عندها أولا ملاحظات كثيرة، وحوارها كله اتكلمت في حاجتين بس كويسين بس، يعني اتكلمت على الرئيس وانها تقدر الرئيس وتحترم الرئيس وانه عندها ثقة ان الرئيس يعني هياخد القرار الصائب لصالح مصر، قالت كده. وقالت كمان انه يعني عندنا نقاشات مع مصر ومصر عشان ناخد الخطوات والاجراءات المناسبة فيما يتعلق ب القرض اللي مصر طلباه من الصندوق. واتكلمت على انه في يعني في ثلاث اربع كلمات كده قالتهم بالظبط، في مصر في خطوات ايجابيه مصر اخذتها. ولكن بعد كده السيده الفاضله يعني كريستالينا جورجيفا عايزه الدوله تطلق العنان لسعر الصرف. بتقول لك انه دعم الجنيه هيؤدي الى ما معناه كده انه ما بقاش عندكم احتياطي. وقالت انه الدولة تاخد اجراءات للحماية الاحتياطيات اللي موجودة عندها من النقد الاجنبي. اخطر كلام اللي قالته وقالت كده، قالت انه دعم الجنيه لو في ايدك كوباية مثلا وانت عمال تدعم الجنيه والكوباية دي مفتوحة هنا يعني يبقى ايه؟ قالت لك كده، دعم الجنيه ده كأنه مثلا يعني كوباية مية بتدلق فيها مية ومفتوحة من هنا فيها ثقب، فده هيبقى فيه ايه؟ هو مفيش حاجة. هي قالت كده، بتتكلم على مصر وعلى الاقتصاد وعايزة البلد الدولة يعني تخرج من أي حاجة. قالت كده إنه لابد من ابتعاد الدولة عن الأنشطة اللي هي يعني لازم تبتعد عن الأنشطة، يعني وانه في جهات تانية ممكن تقوم بهذا الدور افضل من الدولة. قايلة كده. وقالت انه وطبعا الدولة شغالة في الملف الخاص بال، ولسه موقعين امبارح اتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية هتكون مستشار بالنسبة لنا للاطروحات، والنهاردة عندنا حلقة عن الاطروحات بالمناسبة، يعني هنتكلم عن الاطروحات لانه النهاردة كان فيه كمان يعني مؤتمر خاص بالاطروحات وقطار الاطروحات وتجهيز الشركات، بنتكلم على الطرح الاول او الجزء الاول بنتكلم عليه حسب بيانات الحكومة الرسمية بتتكلم على من 5.5 إلى 6 مليار دولار عائد الطرح الاولاني اللي هنبدأ في طرحه، وبيتم تجهيز الشركات حاليا من 32 شركة. فالسيدة الفاضلة مديرة صندوق النقد عايزة الدولة تتخارج من كل حاجة، الدولة ما يبقاش ليها علاقة بأي شيء. طيب عظيم. لم تتحدث عن وثيقة ملكية الدولة، كنت أتمناها في الحوار ده تتكلم على وثيقة اللي هي بتتكلم بشكل واضح الدولة واخدة خطوات إيجابية فيما يتعلق بالتخارج من الشركات، وترتفع نسبة القطاع الخاص من 30 إلى 65% خلال 3 سنوات.
يبقى في اجراءات الدوله واخداها. لم تشر لهذا الامر، ولكن كله تاني بقول اهو بشكل واضح اسقاط بشكل كبير جدا على اللي مصر بتعمله.